السلام عليكم. طبعا ما ينفعش نكون في الكويت وما نتفرجش على جراجات التعديل. النهارده افرجكم على جراج اسمه زاكيوز، وهيكون معانا الباشمهندس ياسر، هيبدا ان هو يفرجنا على سيارات معدله تعديلات خرافيه. يعني هنتفرج هنا على عربيات او مواتير واصله ل 2000 حصان. تعالوا نتفرج على التعديل. التعديل هنا مش تعديل مجرد ان هو بيسقط مواتير وخلاص، تعديل كمان بيكون في الشكل الخارجي والداخلي والاقفاص بقى بتاعت السباق. يعني العربيات هنا بتتعمل دراج ريس بس، وزي ما انا عرفت ان في هنا ساحه هنحاول ان احنا نزورها باذن الله. اسمها ايه الساحه بتاعت التجارب هنا؟ كويت موتور تاون. كويت موتور تاون، مدينه كامله للمواتير بس، فطبعا دي حاجه احنا نتمنى انها تكون موجوده عندنا. مبدئيا ده موتور ايه؟ ماكينه شيفر. دي كم سلندر؟ 8 سلندر. 8 سلندر فوق 600 كيوبك انش. تمام. تقريبا السياره تكون جاهزه توين تيربو ان شاء الله. ها؟ يعني تقريبا المانيفولد ده هيبقى متعدل عشان يبقى فيه عليه انجكشن. طبعا يعتبر المانيفولد لان هي المفروض ان هي في الاساس بتبقى كاربريتور، انما انت هنا هتبدا تخليه انجكشن، صح كده؟ بالضبط. تمام. والمفروض دي تقريبا هتطلع كام حصان على ما تخلص؟ بلس 1500، ممكن توصل 2000. 1500 2000 حصان. اللي هتركب عليها تربو مقاسه كام؟ توين تيربو تقريبا، مقياس تيربو على ما اظن 98 يا 102. 102. وهل هي تتحمل المكابس بتاعتها معدله انها تتحمل ان شاء الله؟ هيبقى كام بي اس اي تقريبا؟ والله مش عارف، انا ما شفت يعني. طب تعالى اتفضل. مبدئيا دي المفروض دي ايه؟ موستنج الكايوتي موديل 2011 12 13. طبعا زي ما انتم شايفين هو دلوقتي قص الشاسيه بالكامل الامامي، وجاي هنا على سلاحين الشاسيه، وراح جاي مركب التقفيص المعدن ده، وهنا البطاحات اتشالت واتلحمت هنا على المعدن ده بحيث ان هو يدي تقويه للبطاحات دي، بحيث ان هو مع العزم الكبير بتاع الموتور ما يبداش ان هو يكسر البطاحات. زي مثلا عارفين ان احنا البي ام دايما يقول لك بتشرخ بطاحات، ليه؟ قوه الموتور قويه وفي نفس الوقت الصاج هنا ضعيف، انما هنا شايفين التقويات دي. المفروض ان انت هتسقط هنا موتور كام حصان؟ الماكينه راح تكون كيوتي نفس الماكينه الاساسيه، بس معدله من الانترنال، من داخل راح تكون معدله الماكينه ان شاء الله، وراح تكون سنجل تيربو. طبعا راح نغير نظام البنزين، راح يكون كحول. كحول فايدة كحول اسيلي. ايوه. عشان تكون بدون كولر. تمام تمام. السياره راح تشتغل بدون كولر. تمام. تبريد سريع. تبريد سريع اللي هو عن طريق تمام. الكحول. تمام تمام. المفروض انها تقريبا هتدي كم حصان؟ نشوف صاحب السياره حجم التيربو راح يختاره. تمام تمام. طبعا يا جماعه العربيات اللي احنا بنشوفها دي بتعمل يعني فور ريس فقط، يعني ما فور فن، دي مش استخدام، دي طبعا ان ليجل اون ستريت. ايوه. تمام. غير شرعيه طبعا على الطرق. هي كل الفكره ان هو دي بتتعمل علشان سباق وبس، دي مش هينفع انها تتساق في حاجه ثانيه. تعالوا كده اتفرجوا معايا. شايفين هنا التقفيص الداخلي ده؟ طبعا الاقفاص دي عشان لا قدر الله في حاله الانقلاب. تعالى هنا اتفرج كده، في حاله لو لا قدر الله مع سباق مع انقلاب، ده كل ده تدعيم، اقفاص تدعيم زي ما انتم شايفين هنا كده. شايفين هنا برضو كل الاوبشن اللي جوه العربيه بيتلغى، يعني العربيه دي بتتفضى، بتبقى زي ما انتم شايفين صاج وقفص حديد وبس. حتى هنا الايرباجات، المقود الاساسي بتاعها كله ده هيتشال، وهيبدا ان هو يركب لها مقود رياضي. وريني كده. تمام. ده اللي هو السبور ويل. تمام. وحتى من ورا تعالوا نتفرج مع بعض. لاحظوا هنا ان هو علشان يقلل الوزن، لان طبعا زي ما انتم عارفين في حاله السباق الجرام الواحد بيفرق مش الكيلو جرام. فطبعا هم هنا قصين الشنطه بتاعت العربيه اللي بيقولوا هنا اسمها دبه، ده كل ده متشال. تمام. وبقى فاضي زي ما انتم شايفين كده. العربيه تفضل خلفي زي ما هي، صح؟ في هنا تقويات للشاسيه الخلفي زي ما انتم شايفين، الاستريس بار ده عشان يعمل تقويه للشاسيه الخلفي. في هنا برضه ستريس بار تاني، المفروض ده لسه هيركب علشان يقوي الشاسيه بتاع العربيه، لان القدره الحصانيه اللي بتركب عليها بتبقى كبيره، وطبعا لو القدره الحصانيه دي مفيش حاجه تحجمها ممكن انها تفسخ العربيه. وعندك الميني تاب طبعا ينقص. تعالوا هنا كده عشان تاير اكبر. طبعا هو بيقص هنا بالكامل عشان بيركب تيارات كبيره، ولسه اكيد منظومه الفرامل دي هتتعدل، الكالبرات دي هتتعدل، هتتغير صح؟ والخرطوم ده بتاع ايه؟ فيول لاين. فيول لاين. شايفين فيول لاين شكله عامل ازاي؟ ولا حجمه اصلا؟ طبعا طبعا. تعال. طبعا ده يا جماعه هنا اللي احنا شايفينه هنا، تعالى اللي احنا شايفينه هنا ده شاسيه بيتبنى من الالف للياء، شاسيه بيتبنى من الاول من البدايه خالص. شايفين هنا الشكل ده؟ ده شاسيه عربيه بتتعمل، يعني عربيه بتتاسس من الالف للياء.
تعالوا بقى هنا نتفرج على الكلاسيك. اخونا شوان من العراق كان موصينا قوي على حكايه العربيات الكلاسيك دي. دي فورد موستانج 86، وزي ما انتم شايفين برضو بتتعدل، والمواتير هنا بتتعدل. الموتور ده المفروض انه هيدي كام حصان تقريبا؟ تقريبا 500 تقريبا على 6 بالتيربو. على 500 حصان. طبعا زي ما انتم شايفين ده موتور 8 سلندر في 8، وراكب عليه توربينه كبيره. التوربينه دي كبيره قوي على الموتور، يعني دي يعني زعل الموتور تاثر عمره قوي. بس هو مش موضوعنا، زي ما قلنا ان العربيات دي بتبقى معموله فور فن وفور سبورت فقط، يعني ما فيش اي استخدام تاني ليها. دي ايه؟ ليجل. دي ليجل علشان ايه؟ التعديل فيها مش كبير، صح؟ ايوه تمام. بس برضو فيها القفص؟ فيها في بس تقريبا. تعالوا هنا اتفرجوا هنا، شايفين هنا التقفيص الحديد ده؟ شوفوا هنا الطير الخلفي شكله عامل ازاي. ده مقاسه كام؟ 295 55 15. طبعا ده مخصص للدراج ريس، مش كده؟ بالظبط. تعال هنا، وهنا الموجود المفروض انه يكون هنا ده الفويل بامب هنا، صح؟ فيول تانك والفيول بامب جنبه خارجي. تمام. تعال هنا اتفرج بقى. تعال كده. ده الفويل بامب اهوت بيبقى راكب خارجي، وده التانك. طبعا التانك صغير على قد الدراج ريس بس، لان زي ما قلنا ان احنا بنخفض وزن العربيه، فالتانك الاساسي بتاعها بيتشال، وكمان بيركب تانك صغير عشان ما يبقاش فيها فويل كتير او ما يبقاش فيها بنزين كتير. لاحظوا هنا كمان ده ايه؟ يعني حاولوا تخمنوا اللي راكب ورا ده ايه وايه فايدته. اللي راكب ورا ده يا جماعه دي عباره عن باراشوت، المفروض ان دي بتتفتح علشان توقف العربيه، لان الفرامل لوحدها مش هتقدر توقفها. ففي حالات بقى ان هي عدت الدراج ريس بتاعها خلصته وعايزه توقف، بتفتح الباراشوت ده، صح كده؟ تمام. طيب تعالوا هنا نتفرج برضو. برضو دي موستانج. ايه الفكره ان الفورد هنا محبوب هو الشيفر؟ الفورد هنا عندنا بالكويت محبوب الفورد والشيفر، لان اساسا الشباب متعمقين بهالسيارتين تحديدا، اللي هما الفورد الموستنج 86 ولا الموستنج عموما؟ الموستنج عموما. الموستنج عموما. ففي ناس انحيازيين للفورد وفي ناس انحيازيين للشيفر، يعني مدارس او يعني. وده برضو المفروض ده تانك بنزين بالضبط. تمام. يكون مقدمه السياره يكون مكان تقريبا. حاول تصور اللي احنا بنشاور عليه. راح يكون تقريبا هذا مكانه، وفي حزم راح تربطه، هذا واحد من الحزم. طيب هو مكانه في مقدمه السياره ده مش خطر شويه؟ ولا عشان يبقى قريب قوي من الموتور؟ عشان قريب، واساسا ورا بالدراج ريس لازم يكون في قاطع، لما تركب نفس القاطع شوف الفيول تانك في قاطع. ها ها ها. هنا هنا ما في قاطع، فانت بتخفف الوزن. تمام تمام. تعالوا هنا يا جماعه برضو نتفرج هنا على برضو التعديلات هنا. انت هنا لغيت البطاحات خالص وعامل بطاحات من اول وجديد. بالظبط. شايفين هنا؟ طيب فين قواعد الموتور ده؟ راح تكون هذه بدل كراسي الماكينه، فرونت بليت وميد بليت، الماكينه راح تقعد على البليتات، ما راح يكون في كراسي. طيب عزم الموتور بالكامل المفروض ان هو هيطلع على جسم او على البودي بتاع السياره. بالضبط. انما ما فيش اي قواعد او شيالات انها تقلل الخبطه بتاعته دي. لا، راح تكون خاص بالرجه والهزه بالسياره، تكون الهزه فيك. في جسمك. جسم السايق. طيب، وده بقى المفروض دي هتبقى متسقط عليها كام حصان؟ مش عارف بالضبط، بس راح تكون سمول بلوك فورد نفس تقريبا نفس هذيك الماكينه. تمام، يعني تقريبا في حدود 500 حصان مثلا؟ ممكن اكثر شويه. ممكن اكثر شويه. تمام، تعالوا هنا نتفرج برضو على القفص الحديد. المفروض ده الكرسي بتاع السائق، صح كده؟ ايوه. المفروض انه لسه بيركب فيه هنا اي سفنج او حاجه انها تقلل الاهتزاز شويه. أيوة. تعالوا بصوا هنا كده، شايفين الكرسي ده؟ وده المفروض ده علشان يركب هنا دريكسيون. شايفين الدعامات؟ شايفين القفص الحديد هنا؟ طيب التقفيص ده ما يبقاش وزن زياده على العربيه؟ لا، نوع المعدن كرومولي، من افضل المعادن يعني. اسمه كرومولي؟ كرومولي. افضل من الحديد بس سعره غالي شويه. كروم اولي يعني حديد مطعم بالكروم او حديد تقريبا. وهذا السكان اللي راح يركب للسياره. اسمه؟ سكان من شركه سترينج. سكان. هو طبعا هو ده الدركسيون بتاعنا، هو اسمه هنا سكان. سكان. ايوه سكان. دركسيون او الستيرنج ويل. طبعا دي حاجات اوريجينال، يعني تعديلات اوريجينال. تمام. طبعا طيب. في عندك الدبل فريم. الدبل فريم هذا غير عن باقي السيارات اللي شفتهم. تعال هنا. البايبات دينا داخل. هذا عشان الفئات الاعلى شوي، ده المفروض انها تتحمل الموتور اقوى. تتحمل الموتور 2000.
شايفين هنا يا جماعه البداله؟ طبعا دي البداله اهي بتركب هنا، شايفين البداله دي؟ اهو دي بداله اهي، شايفين دي؟ كل السيارات دي بتكون مانيوال صح كده؟ اوتوماتيك الجير راح اوتوماتيك؟ اه على دراج ريس 3 جير سيكونشال اللي هو اللي احنا بنشوفه في الفيلم بتاع ايه؟ فاست اند فيريوس اللي هو اللي بيبقى ثلاث نقلات ستريت ده صح كده؟ ايوه تمام. ده المفروض ان هو نقلاته سريعه وقويه والمدى بتاع النقله كبير. تعالوا بص هنا، ده الفرامل اللي هي متعدله. طبعا هنا الديسكات الفنتد تمام، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والكاليبرز طبعا هنا عندك حتى الباكيكس مسوين له نارو، مقصرين الباكيكس كان هو اطول فدخلناه عشان حجم التاير راح يكون اكبر. عشان التيارات اللي هي بتاعت الدراج ريس الكبيره تقريبا راح يكون عرض التاير تقريبا تمام فش. تمام. طيب سريعا انا عايز اتفرج على اخر حاجه هنتفرج عليها عشان نقفل، عشان ما ابقاش طولت عليكم، نعرف ان انتوا حابين الموضوع. دي برضو اللي هي دي موستانج 86. لاحظوا هنا يا جماعه سريعا ان العربيه هنا الوش ده كله بالكامل، كل الوش ده معمول صب صح؟ فايبر صب. ايه الهدف؟ ان هو يخفف الوزن، لان كل ده ما بقاش فيه معدن تقيل، كل ده ما فيش معدن. هنا طبعا بتحط ستيكر مكان فانوس السياره، وزي ما قلنا هي ما فيش هنا فوانيس، يعني ما فيش هنا اضاءه، كل ده تخفيف للوزن عشان يقدر ان هو يطلع الدراج ريس بتاعه يكسب كل جرام مش كل كيلو. وورا تعالوا هنا كده، شايفين هنا دي قد ايه؟ تعال هنا انا عايزكم تشوفوا المكان هنا اللي هيبات فيه التاير او الفرده، يعني شوفوا هنا قد ايه، شوفوا المسافه هنا قد ايه. طبعا انت هنا برضو نارو علشان يركب تاير كبير. لاحظوا هنا برضو ان الباب بتاع الشنطه كله بلا استثناء فايبر، مفيش وزن يعني شايف، يعني بصوا بسبع صغيره كل ده تخفيف وزن، هو مجرد ان هو بيقفل شكل خارجي. وده المكان اللي هيركب فيه برضو الباراشوت. تمام. اخر حاجه انت، انا شايف هنا بايك، ده شوبر بتعدل الشوبرز دي كمان، ده نمط من البايكس الامريكي بيبقى اسمه تشوبر، اللي هو بيبقى الفرده اللي ورا زي ما انتم شايفين كده اعرض من فرده العربيه بتاعتك. شايفين هنا العرض قد ايه؟ وطبعا ده بيبقى راكب واحد، شايفين هنا الجنزير بتاعه، وده المكربن، الفتحه بتاعت المكربن بياخد هوا من هنا، المفلرز بتاعته، فتحات العادم. طبعا ده له ركوب لوحده وله نمط لوحده. حبيبي يا باشمهندس انا سعيد باللقاء السريع ده. شكرا حبيبي، الله يعزك يا رب. الله يسلمك. وسعيد ان في الكويت في قوه دي من التعديلات، وحابب ان هو يا رب يكون ده في كل الدول العربيه ويكون عندنا في مصر ان شاء الله قريب يعني. الله يسلمك حبيبي، الله يعزك يا رب. الله يعزك. ماشي يا باشمهندس، تشرفنا بمعرفتك. شكرا يا فندم. شكرا.